أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المصدر أونلاين، عروس تتبرع بتكاليف حفل زفافها لصالح المتضررين في تعز. ومن موقع عدن تايم، عودة القطاعات القبلية إلى محافظة شبوة. وفي الشأن الدولي، إسرائيل منزعجة من مكالمات دونالد ترامب مع الرئيس الفلسطيني. أما في أكثر الأخبار قراءة، محكمة أرجنتينية تقضي بإطلاق سراح قردة من حديقة الحيوانات بعد إصابتها بالاكتئاب. أهلا بكم. تجاوز عدد المختطفين والمحتجزين تعسفاً 14,000 شخص في سجون جماعة الحوثي المسلحة منذ اجتياح العاصمة صنعاء، ويورد موقع المشاهد نت ما قالته وزارة حقوق الإنسان من أن عدداً ممن تم إخفاؤهم قسراً يقترب من 3,000 مواطن، ويأتي على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والسياسي محمد قحطان والقياديان ناصر منصور هادي وفيصل رجب، وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي. ويضيف الموقع: دأبت جماعة الحوثي وصالح إلى تكميم الأفواه واعتقال المعارضين أو من يشتبه أنه ضدهم، وحولوا أكثر من 400 مرفق حكومي وخاص ومدارس ومراكز طبية ومرافق حكومية ومنازل خاصة إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب. كما تم رصد وفاة 73 شخصا تحت تعذيب الحوثيين. في إحصائية أخرى ولكن متعلقة بموضوع مختلف، عنوان موقع يمن مونيتور: الحرب في اليمن تخلف قرابة 80,000 يتيم خلال العامين الماضيين. حيث قالت مؤسسة اليتيم التنموية إن الأحداث الدامية في اليمن منذ عامين خلفت أكثر من 79,199 يتيما، ليتجاوز بذلك إجمالي أيتام اليمن 1,100,000 وفقا لأحدث إحصائيات المؤسسة. وذكرت المؤسسة بمناسبة اليوم العربي لليتيم أن هناك معاناة من نوع آخر يقضيها أكثر من 1,000,000 طفل فقير غيب الموت آباءهم، لتأتي مناسبة يوم اليتيم العربي ومليون يتيم يمني أو يزيدون خارج حسابات الجميع بعيدا عن اهتمامات الجهات الإنسانية وأولويات هيئات الإغاثة وتناولات وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن 47 طفلا يتيما دون 17 من بين كل 1,000 فرد ينحدر غالبيتهم من أسر فقيرة. الاستبداد هو الجذر المنتج لكل الأدواء. إهمال هذا الأصل الجذري والانشغال بالفروع والأغصان ليس سوى تلبيس للوعي ومضيعة للوقت. هكذا يبدأ هايل سلام مقاله المنشور في موقع بوست، وقال: وظيفة الحاكم في أي بلد هي بكل بساطة حل مشكلات شعبه، وحينما يستحيل الحاكم نفسه إلى مشكلة لأي سبب كان فعليه أن يرحل بكل بساطة أيضاً، مهما كانت أيديولوجيته أو دينه أو مذهبه أو عرقه أو طائفته. ولا حاجة مطلقا للدخول في جدل حول ما إذا كان موقف الحاكم أي حاكم على حق أم على خطأ، لأن العبرة في التحليل الأخير ليست بالحق والباطل بل في المصلحة الجمعية للشعب في أي بلد. وإذا كانت مصلحة الوطن في رحيل الحاكم فليرحل الحاكم حتى ولو كان على حق، فسلامة الوطن بالخطأ أهم من استمرار الحاكم بالحق. ولا معنى للربط التبريري الذرائعي قولا بأن الحاكم باق دفاعا عن الوطن وما إلى ذلك من مزاعم وادعاءات، إذ لو أن الحرص على الوطن هو دافع البقاء حقا فإن من مقتضى هذا الحرص المزعوم التنازل والتضحية من أجل سلامة الوطن من باب أولى وأوجب. أما الدفاع عن الوطن بتدميره فليس سوى محض عته وجنون. وفي السياسة وفيما يتعلق بالأوطان والشعوب فإن الأعمال ليست بالنيات ولا بالانتماءات والولاءات والعقائد بل بالنتائج. الأوطان والشعوب هي الثابتة الباقية، والحكام متغيرات زائلة، وقلب المعادلة بتحويل الثابت إلى متغير والمتغير إلى ثابت سلوك عصبوي فاسد أهوج وملتاث.
تداولت عدد من المواقع الأخبارية اليمنية تصريحات التي أدلى بها محافظ تعز إلى برنامج فضاء حر في قناة بلقيس، وركز موقع الصحوة نت على ما أكده المحافظ من أن هناك من يصور تعز باعتبارها مدينة أشباح، وهذا غير صحيح. ومن الجانب الأمني قال المعمري إن قيادة المحافظة بصدد تجهيز القوات الخاصة للقيام بدورها في حفظ الأمن، والجميع مستاء من مظاهر الانفلات. ويضيف المحافظ: كل تشكيلات المقاومة أصبحت جيشا وأمنا في أجهزة الجيش والأمن، واستطعنا ترقيم قرابة 32 ألفا من المقاومة في الجيش والأمن ومن يمارسون البلطجة داخل المدينة. ليسوا جيشا وهم جماعات مسلحة، سيتم التعامل معهم وفقا للقانون. العنوان البارز في موقع المصدر أونلاين يقول: عروس يمنية تخصص تكاليف حفل زفافها وقيمة مهرها لعائلات متضررة من الحرب في تعز. وقال الموقع أن المعاناة التي يعيشها أهالي حي الروضة في مدينة تعز دفعت العروس تسبيح أمين الخزرجي إلى تخصيص تكاليف حفل زفافها وقيمة مهرها لشراء مواد إغاثية للمتضررين من الحصار والقصف التي تشنها الميليشيا على تعز. وقال تسبيح في حديث للمصدر أونلاين إن صعوبة حصول عائلات على الغذاء في ظل الحرب والحصار دفعها لمثل هذه الخطوة، وأضافت: أنا سعيدة جدا بفرحة الأطفال والعائلات في الحي بهذه المبادرة، أشعر بالسعادة الغامرة. من جهته عبر العريس خليل العمري عن اعتزازه وفخره بهذه المبادرة الإنسانية واللفتة الكبيرة للعائلات أو لعائلات الضحايا من قبل عروسه. المسألة ليست أنك مع أو ضد حرب سوريا أو ضرب سوريا بالصواريخ الأمريكية، هكذا بدأ خالد الروشان مقاله عن المكان الذي أوصل الحكام شعوبهم إليه، وقال: المسألة هي من المسؤول سياسيا وإداريا عن الكارثة، بل كوارث سوريا؟ من أوصل سوريا إلى حفرة الجحيم هذه؟ أن تحكم بلداً فأنت مسؤول عن كل ما يحدث فيه إيجاباً وسلباً. السياسة بنتائج، وفي العالم كله عدا العالم العربي أنت مسؤول عن نتائج حكمك. تغير العالم كله عدا حكامنا. أسد علي، وفي الحروب نعامة، ما نزال محكومين برؤساء أباطرة يعيشون في عصور ما قبل التاريخ. كل الكوارث اشتعلت بسبب أنانية الحكام العرب في سوريا، في اليمن نفس الأنانية والأثرة والتضحية بشعب وبلاد. يعتقد الحاكم العربي أنه مخلوق لكي يحكم ويفترس إلى الأبد، يحكم بطائفته وقبيلته ولا يستحي. لن تجد له نظيراً في العالم كله. ورث الحكم في نظام جمهوري عن أبيه، وأعلن أنه سيورث الحكم لولده أيضاً. يضرب شعبه بالغاز ويريد أن يحكم. انقرضت هذه الأشكال في العالم كله مثل الديناصورات. ماتت الديناصورات ولم تمت الفئران، هكذا يقول التاريخ الطبيعي. الحاكم العربي قوي على شعبه في الداخل، فأر أمام مخالب خصمه الخارجي. قال موقع عدن العاصمة المتخصص بشؤون وأخبار العاصمة المؤقتة عدن إن ميناء المدينة يستقبل 161 باخرة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأكد رئيس مؤسسة موانئ عدن محمد أمزربة أن أرصفة الميناء سجلت زيادة تصل إلى 50% عن نفس الفترة من العام المنصرم، لافتا إلى أن ما تم مناولته في محطة الحاويات حوالي 70 ألف حاوية نمطية، وبلغ عدد سفن الحاويات التي زارت المحطة حوالي 38 باخرة، وبلغ ما تم مناولته في أرصفة المعلى حوالي 884 ألف طن، وبلغ عدد البواخر الداخلة لأرصفة المعلى 67 باخرة بزيادة تصل إلى 20% لنفس الفترة من العام المنصرم. تعود التصرفات القديمة التي رافقت حكم المخلوع صالح إلى الواجهة، وعنون موقع عدن تايم في صفحته الرئيسية: شبوة، قطاع قبلي يوقف الكهرباء لأكثر من 10 أيام. وقال الموقع إنه تم رفع قطاع قبلي في شبوة كان يحتجز ناقلات مادة الديزل المستخدم وقودا لمحطات الكهرباء بالمحافظة. وقال أهالي المنطقة لعدن تايم إن قبائل في المنطقة رفعت القطاع القبلي، حيث شوهدت
العشرات من ناقلات الديزل متجهة إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، والتي تعاني منذ 10 أيام من انقطاع التيار الكهربائي. قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. تحدثت صحيفة العرب الجديد عن القيادي السياسي المختطف في سجون ميليشيا الحوثي محمد قحطان، وعنونت الصحيفة: محمد قحطان القيادي اليمني المخفي قصرا منذ عامين. وقالت الصحيفة إن قحطان يعتبر من بين معدودين ترتبط أسماءهم بالعمل السياسي والحزبي في اليمن منذ نحو عقدين، وتحول إلى أبرز سياسي معتقل في سجون جماعة الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع صالح. وبعد عامين على اعتقاله من منزله في صنعاء، لا يزال مخفيا قصرا في ظل عجز مختلف الجهات الدولية والحقوقية عن الوصول إلى معلومات بشأنه. ويتابع الموقع: لم يكن قحطان مجرد قياد في الحزب بقدر ما يعتبر رائد الجناح السياسي، وكانت له بصماته التنظيمية العميقة في مسيرة حزبه ودوره المعارض، وقد دخل في معارك مع الجناح المتشدد دينيا داخل الحزب، مثلما كان من أهم قادة المعارضة الذين يثيرون قلق الحكام قبل عام 2011. قالت صحيفة عربية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون من قبل الميليشيا أنه تم توثيق 392 انتهاكا بحق المدنيين في اليمن الشهر الماضي. ووفقا لصحيفة الخليج، فقد أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن من بين هذه الحالات وقوع 184 مدنيا بين قتيل وجريح، بينهم 10 نساء و8 أطفال سقطوا جراء استهدافهم المباشر داخل الأحياء السكنية، وأيضا 36 حالة قتل خارج نطاق القانون، و20 حالة قتل بألغام فردية، و91 حالة تدمير أعيان مدنية، و19 حالة إخفاء قسري، و3 حالات تعذيب. وقال البيان إن اللجنة استكملت عملية التحقيق في واقعة التهجير القسري ل 1632 مواطنا جرى تهجيرهم من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح من جبل حبشي، إضافة إلى تهجير 12 مواطنا من حجة. الوطن بين الهوية والتجربة. تحت هذا العنوان كتب رشيد بوطيب مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال في جزء من المقال: ستكتب الصحيفة التي ستنشر هذا المقال في أسفله تعريفا بي أنني كاتب مغربي، هل أملك أن أحتج على ذلك؟ ولكنني إذا طلبت أن أكون موضوعيا فلا يمكنني أن أقول عن نفسي بأني مغربي. أجل، إن المغرب جزء مني وجزء من ذاكرتي الثقافية وسيرتي الذاتية وخيالاتي وأحلامي، ولكنه لا يمثل إلا جزءا من الوطن الذي أسكنه وتجربة من تجارب متعددة. وبلغة أخرى، ليس لي سوى وطن واحد، لكنه ليس وطني. إن هذا يدفعني إلى التفكير في مفهوم جديد للانتماء وللتساؤل في سياق ذلك، لماذا نشعر بانتماء أكبر إلى مجتمعات ديمقراطية وليس إلى مجتمعات ثيوقراطية أو غير ديمقراطية حتى لو كنا نتحدر منها؟ ما الذي يعنيه الوطن اليوم للاجئ سوري فقد كل شيء، أهله وبيته، مجرد ذكرى سيئة في أحسن الأحوال. لكن دعوني أعود إلى مفهوم الوطن كتجربة، وبالضبط إلى مفهوم التجربة والتي أستعملها هنا في مقابل الهوية. تشترط التجربة لا ريب بعد اللقاء، تشترط أيضا نوعا ما من العيش المشترك، وهي لا ريب نوعا من الخروج من الذات إذا أردنا استعمال مفهوم مركزي لدى إيمانويل ليفانيوس. إن هذا الخروج يتضمن بالضرورة تجربة للآخر ولا يعمد إلى تكوينه كما يفعل الوعي، فالتجربة لا تفرض معنى بل هي بحث مشترك عنه، هو معنى لا أملكه لوحدي أو أدعي امتلاكه، فهو يتحقق خارج العندية ومنطقها أو لا يتحقق، إنه معنى يتضمن أكثر من معنى. وقد يقول ليفانيوس إنه شيء مغاير للتفكير أو ما وراء التفكير كما عهدناه في الفلسفة الحديثة. في الشأن الدولي، نقرأ لكم ما جاء في صحيفة الحياة اللندنية: مصادر دبلوماسية عربية وأمريكية اطلعت على مضمون المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب مع عباس أبو مازن في وقت سابق، حيث قالت إن الرئيس الأمريكي توجه إلى عباس مرتين على الأقل بسؤال إن كان يرى في نتنياهو شريكا لعملية السلام مع الفلسطينيين، وما لبث أن أتبعه بسؤال آخر إن كان يرى أن في وسع نتنياهو توفير البضاعة
والتواصل معه إلى صفقة جيدة. ولم تشر الصحيفة إلى رد أبو مازن على السؤالين، لكنها ربطت بينهما وبين القلق الإسرائيلي من الاتصالات السياسية المكثفة ونية إدارة ترامب التوصل إلى صفقة جديدة. وأضافت في سؤال ترامب الرئيس الفلسطيني إن كان يرى في نتنياهو شريكا، أثار مخاوف في أوساط القيادة السياسية في إسرائيل. إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي، وجاء تحت عنوان القضاء الأرجنتيني يطلق سراح قردة من حديقة حيوانات لإصابتها بالاكتئاب. وقالت الصحيفة وصلت أنثى القرد سيسيليا التي تعاني من اكتئاب في حديقة أرجنتينية إلى البرازيل لإطلاقها في محمية طبيعية، تنفيذا لقرار قضائي أمر بفك أسرها. وكان جمعية الرفق بالحيوان الأرجنتينية لجأت إلى القضاء الذي أمر بعدم جواز إبقاء قردة الشامبازي هذه في الأسر. وقال متحدث باسم المحمية البرازيلية التي تضم أصلا 50 قردا، الأمور تتقدم لتحرير سيسيلا قريبا، وكانت هذه القردة سجينة في قفص في حديقة غرب الأرجنتين على مدى سنوات طويلة في ظروف وصفها نشطاء الرفق بالحيوان بالمؤسفة. وبالانتقال إلى أخبار شبكة البي بي سي والتي جاء في أهم عناوينها سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر، حيث اضطرت شركة هولندية لبيع الكتب بالتجزئة للاعتذار بعد أن باعت كتاب تلوين معدن الأطفال يتضمن صورة للزعيم النازي الراحل هتلر. وقالت الشركة وهي الشركة الهولندية التي باعت الكتاب إنها باعته دون قصد وتشعر بالأسف العميق إزاء هذه الواقعة وأنها سحبت الكتاب من السوق على الفور. وقال متحدث باسم شركة تريفورا وهي الشركة البلجيكية الناشرة للكتاب لوسائل إعلام محلية، أعتقد أن الشخص الذي أنتج كتاب التلوين جلب من الخزانة كتابا للمشاهير واختار اثنين منهم، ولسوء الحظ كان من بينهما هتلر، ربما لم يدرك أنه هتلر. وأضاف المتحدث أنها مجموعة غريبة من المفارقات، لقد تحققنا من الكتاب فيما يتعلق بالترجمة لكن لم نتحقق من كل صورة أو كل صور التلوين. وقالت الشركة أيضا الكتاب بيع لمدة نصف يوم فقط ثم أزيل على الفور من على أرفف متاجرها حينما ظهرت المشكلة والشركة تحقق في كيفية وصول الصورة إلى الكتاب، وعرضت رد ثمن الكتاب كاملا لكل الزبائن الذين اشتروا نسخة منه. عقدة المغلوب، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء منه قبل أن تغيب الشمس عن آفاق الإمبراطورية البريطانية كان بعض المثقفين في مستعمراتها يتصورون أن الإنجليز طبائع تصاحبهم من المهدي إلى اللحد، وهذا أيضا ما تصوره بعض ضحايا الاستعمار الفرنسي. وبالفعل صدرت في النصف الأول من القرن العشرين كتب في مصر والعراق ولبنان وتونس بالتحديد، زعم مؤلفوها أن الإنجليز طباعا يجب أن تحتذى. ومن تلك الكتب ما كتبه أمين المميز في العراق وحافظ عفيفي في مصر، إضافة إلى شعراء من فلسطين منهم اسكندر الخوري الذي كتب قصيدة يرحب من خلالها بالإنجليز. فهل كان قدرنا كعرب منذ الغساسنة والمناذرة الذين عاشوا على تخوم الروم والفرس أن نقارن محتلا بآخر وظالما بمن هو أشد ظلما؟ يبدو أن العلامة والرائد ابن خلدون أدرك هذه الظاهرة مبكرا وكتب بشكل معمق عن إعجاب المغلوب بالغالب ومحاكاته باعتباره النموذج والمثل الأعلى. بالطبع ترجمت تلك الكتب والأشعار إلى الإنجليزية والفرنسية وقدمت للرأي العام كشهادات من العرب لمصلحة غزاتهم، وترتب على ذلك الكثير من الاعتقادات الخاطئة في الغرب والتي ندفع كعرب ثمنها حتى الآن. لقد أثبت العلم أن العنصرية وصفاء العرق وكل ما قيل عن الجنس الآري هو محض خرافات، فما من طبائع ثابتة وأبدية للشعوب، بدليل أن اليابان لم تعد كما كانت، وكذلك الصين وأوروبا ذاتها التي غرقت في ظلام القرون الوسطى ومحاكم التفتيش. في صيف عام
2016 أضرم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية النار في واحد من أكبر حقول النفط في العراق، واستغرقت عملية إخماد الحريق التي اندلعت في آبار النفط 10 شهور. الصور التقطها مصورون يعملون من منظمة أوكسفام الخيرية، ونشرتها شبكة البي بي سي لتظهر الصعوبات التي واجهها السكان منذ قرار المسلحين منها أو فرار المسلحين منها. نتابع. بهذه الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.